الأعاصير ليست مادة للضحك، قد يستغرق تعافي الناس منها بشكل كامل شهورا أو ربما سنوات. حاول أن تتخيل كيف يبدو الحال مع المخلوقات البحرية مع فائض من الخياشيم ونقص في الأيدي مثل الأسماك. يتصرف الناس في العادة بسرعة ويحتمون في مأوى عند اقتراب عاصفة من اليابسة، لكن العواصف تقضي معظم وقتها في البحر. وإن حسبت فقدان الشعب المرجانية وأشكال الحياة البحرية الأخرى، فإن معظم الضرر يحدث هناك. بعض الحيوانات مثل أسماك القرش وغيرها من الحيوانات التي تسبح بسرعة تكون بمأمن بشكل عام. لدى أسماك القرش أعضاء تعرف باسم الخطوط الجانبية التي تساعدها على رصد التغيرات في الضغط الجوي المصاحبة للعواصف الشديدة، وهذه الأنابيب الطويلة المليئة بالسوائل تشبه في الشكل والوظيفة الأذن الداخلية للإنسان، وهي حساسة للغاية للاهتزازات في الماء، وبفضلها يمكن لسمك القرش سماع تحرك الفريسة المصابة على بعد مئات الأمتار في الماء، كما تعمل كنظام إنذار مبكر فعال مثل هيئة الأرصاد الجوية المحلية لآكلات اللحوم في المحيطات. عندما يستشعر سمك القرش اقتراب إعصار أو عاصفة استوائية، يستجيب بالانتقال إلى مستويات أعمق من المياه، ولا يعود إلى مناطقه المعتادة إلا بعد زوال الخطر. كما ثبت أن بعض المخلوقات الأخرى تتجنب العواصف بفطرتها مثل عدة أنواع مختلفة من ثعابين البحر. وهناك أدلة على أن بعض أنواع الأسماك قد تكون قادرة على الشعور بتغيرات الضغط أيضاً. الدولفين مخلوق مائي كبير آخر قادر على الشعور باقتراب العواصف، لكنه يستخدم نهجاً مختلفاً لرصدها. بدلاً من استشعار الضغط الجوي، يمكن للدولفين رصد العواصف المقتربة بناءً على كمية الملوحة في المياه المحيطة به. تلقي الأعاصير الكثير من المياه العذبة في المحيط على شكل أمطار، ويقلل ذلك مؤقتاً من ملوحة المياه بالقرب من السطح، مما يحذر الدلافين من مشكلة محتملة. ومثل أسماك القرش وغيرها من الكائنات البحرية الحساسة للضغط، تستجيب الدلافين لهذا الاضطراب بالهروب إلى المياه العميقة في عرض المحيط. لكن بخلاف أسماك القرش، تحتاج الدلافين إلى التوجه لسطح الماء كل 10 إلى 15 دقيقة لتنفس الهواء، لكن مجرد الابتعاد عن الشاطئ يوفر درجة من الحماية من العديد من آثار الإعصار. وبالحديث عن الآثار، ما الذي يدفع ملوك المحيط للسباحة بعيدا من الخوف؟ لابد من أنه شيء سيء للغاية، لدرجة أن هذا المخلوق يحتاج إلى تطوير استجابات فطرية للأحوال الجوية القاسية. الإجابة معقدة قليلا، ولكنها تتعلق بما يحدث للماء عند وقوع عاصفة شديدة. يبدأ كل شيء على السطح، حيث تهب رياح سريعة عبر المياه وتكون الأمواج. يزداد حجم هذه الأمواج كلما التقطت المزيد من الرياح، وتلتقط المزيد من الرياح عند زيادة حجمها. ومع استمرار هذه الدورة، يبدأ الماء تحت هذه الأمواج في التحرك بحركة دائرية، وتسحب الماء تحتها مباشرة حتى تتكون دائرة أخرى. وفي وقت قصير تتشكل المزيد من الدوائر تحت الدائرة الأساسية، وتصبح الحلقات أصغر وأصغر حتى تتوقف تماماً، ويفسر هذا سبب هروب العديد من المخلوقات إلى المياه العميقة. وتزداد الأمور سوءا عندما تمر العاصفة فوق مياه سطحية، لأن هذه الدوائر قد تصل إلى قاع البحر، ولأن الرمال والصخور ليست سائلة تماما مثل السوائل، فإن الدورة تختل، وبدلا من الدوائر يبدأ الماء في التحرك ذهابا وإيابا عبر قاع البحر، وهذه الحركات السريعة تسبب اضطرابا في سطح الرواسب، مما يؤدي إلى نفض الكثير من الرمال والصخور وحتى حطام السفن أحياناً. ولا يتطلب الأمر أخصائياً في علم المحيطات ليخبرك أن كل هذا الحطام المتطاير يشكل خطراً على الحياة البرية المحلية. أي شيء ليس سريعاً في الحركة بما يكفي للخروج من مسار الحطام سيجد نفسه في مأزق خطير. إذن من سيواجه هذا المأزق؟ الأسماك الإقليمية التي لا تريد التخلي عن أراضيها، والكائنات بطيئة الحركة مثل فرس البحر معرضة للخطر أيضا. القشريات ليست أفضل حالا، وكذلك السلاحف البحرية والحيوانات الثابتة مثل الإسفنج والمحار وخيار البحر. لن أرغب بأن أصطدم بعدة أطنان من الرمال والصخور. على الأرجح أني سأشعر بالشعور نفسه لو كنت محارا،
وعلى الأسماك القلق بشأن انسداد خياشيمها بسبب الغبار، كما أن حركة الدوامة تجرد المياه في الغالب من الأكسجين، وقد تقوم هذه الحركات نفسها بسحب المياه المالحة من مناطق أعمق من المحيط، والعديد من الأسماك الساحلية ليست مهيئة للنجاة في هذه البيئة. حسناً، هناك مخلوق واحد لم نناقش مصيره بعد، وهو أحد أهم الكائنات لأي نظام بيئي حيوي في المحيط. هل يمكنك تخمينه؟ إنه أول مخلوق بحري ذكرته، الشعب المرجانية. أجل، هذه النبتة الصخرية الغريبة هي في الواقع مستعمرة ضخمة من لا فقاريات صغيرة، وهذه العجائب العمرانية العضوية تعد المحور الأساسي للعديد من المواطن البحرية. إن الأعاصير سيئة لأرجاء الحياة المائية كافة، وفي هذا الخصوص فإنها خطيرة لأي كائن حي يعترض طريقها، لكن يمكن اعتبار المرجان أقرب مخلوق مستثنى من ذلك. من المعروف أن المياه المتحركة والحطام المتطاير يدمران التكوينات المرجانية بسهولة، لكن ذلك ليس أمرا سيئا دائما، فالقطع المرجانية الناجية من نزوحها قد تستوطن في أي مكان تهبط فيه، وهذه الطريقة الأساسية لانتشار الشعب المرجانية في مواقع جديدة. لكن للأسف لا تخلو هذه العملية من مخاطر تهدد المرجان نفسه، فالقطع المرجانية عرضة للإصابة أو المرض، مما يجعل نجاتها أمرا غير مضمون. وهناك أيضا احتمال اندفان هذه القطع تحت الرواسب التي يثيرها الإعصار، وفي حين أن الحجم الهائل لهذه القطع يضمن نجاة عدد قليل منها، إلا أنها بطيئة النمو. ربما كانت هذه الدورة مستدامة في السابق، لكن بسبب معاناة الشعب المرجانية حاليا بفعل التلوث وعوامل أخرى، فإن الضرر لا يتم إصلاحه بسرعة كافية، فكثيرة هي المخلوقات التي تجد نفسها مسلوبة من أراضيها بين عشية وضحاها بالمعنى الحرفي للعبارة. حسنا، من المحزن إنهاء الفيديو بهذه الأحداث المريعة، لذا لن أختم الموضوع هنا. هناك بصيص أمل لاستمرار وجود المواطن البحرية. لقد أعار الناس انتباههم لهذا الموضوع، وظهرت الشعب الاصطناعية في جميع أنحاء العالم منذ فترة. هناك الكثير من الأجسام من صنع البشر، والتي يمكنها التضاعف مثل مواطن الأسماك والقشريات، لتصبح في النهاية الأساس لهيكل الشعب المرجانية. في الغالب تبدأ الشعب كنفايات يعاد استخدامها، والسفن القديمة ومنصات النفط المهجورة هي من بين الخيارات الأكثر شيوعاً. يغرق الجسم المعني في موقع استراتيجي على طول تيار محيطي، ويحمل التيار العوالق إلى الهيكل، مما يجذب الأسماك الصغيرة مثل البلم والسردين، وفي المقابل تجذب هذه الأسماك الصغيرة أسماكاً كبيرة مثل التونة وأسماك القرش، إلى جانب مخلوقات متوسطة الحجم تبحث عن مكان للاختباء. وعلى مدى السنوات التالية يصبح الهيكل مرصعا بالصدف والشعاب المرجانية، وهكذا في وقت قصير للغاية تولد شعاب مرجانية جديدة. لكن الشعب الاصطناعية لا تعمل دائما حسب المتوقع. إحدى أولى الأمثلة المبكرة على ذلك هي شعب أوزبورن سيئة السمعة حاليا قبالة ساحل فورت لاودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية. تم تجميع الشعب في العام 1972 كوسيلة لتعزيز صناعة صيد الأسماك المحلية، مع العثور على طريقة صديقة للبيئة للتخلص من ملايين الإطارات المهملة. تم تثبيت الإطارات بمجموعة من أسلاك مصنوعة من الفولاذ والنايلون، ومن ثم ترسيخها في قاع البحر بحلقة من كتل خرسانية كبيرة. ورغم أن الأمور سارت على ما يرام في البداية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات للتأكد من منع تكون الصدأ على الأسلاك الفولاذية، وقد حدث ذلك في النهاية. بعد وقوع بضع عواصف استوائية انتشرت ملايين الإطارات عبر مئات الكيلومترات من الساحل. قد تكون شعب أوزبورن المثال الجلي على العواقب غير المقصودة، ومع ذلك فإن هناك الكثير من المحاولات الناجحة لبناء الشعب المرجانية حول العالم. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة.